السلام عليكم الزينات، مرحبا بكم من جديد معايا. ان شاء الله يا ربي كاع راكم غايه وراكم بخير وانتم تشاهدوا في هذا الفيديو، ويلحقكم ان شاء الله يا ربي بتمام الصحه والعافيه. اذا اليوم باذن الله بغيت نشارك معكم طبق جزائري غني عن التعريف، دولما بالسردين، يعني طبق لذيذ جدا يبغوه الصغار والكبار، يعني نوجدوه لوليداتنا ولا للضياف ولا حتى في شهر رمضان المبارك، يعني طبق بريزونطابل وبنين بزاف بزاف. اذا اليوم البنات وجدته لكم بطريقتي، لانه كل سيده وعندها طريقتها، يعني ان شاء الله يا ربي يعجبكم. اذا البنات تابعوا معايا الفيديو لمعرفه المقادير وطريقه التحضير، وقبل ما نبدا ان شاء الله يا ربي ناخذ دقيقه من وقتي ووقتكم غاليتي، ونصلوا على رسولنا وشفيعنا يوم القيامه محمد صلى الله عليه وسلم. اذا بسم الله نبدا بالمقادير. هنا عندي حبه بصل متوسطه الحجم راني مرابيتها، وهنا عندي ثلث فصوص ثوم ايضا مرابيين، حبه طماطم كبيره ايضا رابيتها، وشويه نصف فقط تاع حار فلفل حار، واللي تبغي ما ديرهش ما ديرهش، يعني ماشي شرط. عندي كميه تاع حميصه منفخه، وربطه تاع قصبر كما تشوفوا صغيره، وورقه تاع رند، وملعقه طماطم مصبره، والتوابل بطبيعه الحال مع الملح. اذا مباشره في لاكوكوت ماذا بينا نختاروا لاكوكوت ولا طنجره تكون واسعه باش كي نستفوا الدولمه ما تخسرناش، تجينا كل حبه مفرزه على اختها. كما لاحظتوا درت فيها زوج ملاعق تاع زيت، ملاعق كبيره تاع قليان تاع زيت. نخلي هذاك الزيت يدفى شويه وندير عليه مباشره البصل والثوم المرابي، ونقلي هذاك البصل يعني من 3 دقائق حتى 4 دقائق حتى يعني يتقلى مليح. هكذا البنات بلا ما نخلو البصل تاعنا ينحرق، باش يعني ما تجيناش البنه تاع المروريه في لاصوص تاع الدولمه. اذا مباشره ندير عليه ملعقه تاع اكل معمره طماطم مصبره هكذا، ونقليها لمده دقيقه مع هذاك البصل. اذا البنات انا دائما نقلي الطماطم مصبره مع البصل والثوم باش تجيني المرقه ولا لاصوص تاعي بنينه. اذا مباشره بعد ما نقليها مده دقيقه كما قلت لكم، نزيد عليها حبه طماطم كبيره الحجم مسكرفجه. فوالا، اذا كانت الطماطم تاعكم صغيره ولا متوسطه ديروا حبه ونص. هكذا نقليها نخلطها مليح، نزيد عليها الحار، ونزيد عليها ربطه صغيره تاع معدنوس، وورقه ايضا صغيره تاع رند، منكسروش الرند في الدولمه، ويبقى اختياري. ايضا ندير الملح نصف ملعقه صغيره ما نكسروش، لانه الحوت ايضا غادي نملحوه. درت فلفل حمراء فلفل عكري كما يقولوا في الشرق، ملعقه صغيره تاع توابل، ملعقه صغيره فلفل اسود، ملعقه صغيره يعني تاع كمون هكذا، ونخلط هكا ونخليهم يتقلاو يعني من دقيقتين حتى لثلاث دقائق، ونجي نمرق بالماء حامي. فوالا، عفوا نزيد الحميصه نسيتها، سمحوا لي، هي منفخه كما قلت لكم كانت في المجمد، انا نفخها يعني بكميات كبيره ونديرها في الكونجيلاتور ونبقى نستعمل فيها، نجبدها يعني واجده هكذا، ونمرق بالماء حامي كما قلت لكم. ما نكسرش يعني لاصوص، جيست شويه يعني ندير حسابي نزيد غير شويه فقط، لانه لاكوكوت يعني تشرب. هكا نزيد شويه ونبلع لاكوكوت تاعي، ونخليها يعني من 25 دقيقه حتى 30 دقيقه جيست طيب هذيك الحمص، ويعني وما تشدش بزاف الوقت، من 25 دقيقه حتى 30 دقيقه على نار قليله هكذا. ونغلق لاكوكوت تاعي مليح، وندير لها صفارتها، ونخلي لاصوص طيب، ونمروا للدولمه. اذا هنا عندي كميه تاع سردين صغير كما كنتو تشوفوا تاع الدولمه، انا كي نشري الحوت صغير نديره دولمه كيما تشوفوا، نقيته مليح وشللته بشويه تاع الخل وخليته قطر مليح. لازم البنات يخلوه يقطر مليح مليح من الماء تاعه باش ما يجينيش ميه ويجيني بنين. زدت عليه ثلاث فصوص، عفوا فصين تاع ثوم كبار، اثنين فصوص ثوم كبار، ورشه تاع الملح لاني ما عنديش السردينه بزاف. درت عليها رشه تاع فلفل صغيره، رشه تاع ملح صغيره، ما نكسروش لانه درنا التوابل في لاصوص، ودرت ايضا الكمون رشه خفيفه، ثوم مرحي رشه خفيفه، وشويه تاع فلفل عكري حار، لمسه خفيفه فقط اللي ما يبغيش الحار ما يديرهش هكذا. ونجي نخلطها مليح باليد تاعي، يعني ما نستعملش الروبو، فوالا ندير فقط باليد تاعي، الروبو راح يعني يمرسه لنا بزاف هكذا، يعني بالخف يترحى غير باليد. نزيد كميه تاع قصبر، قصبر اخضر فوالا
هكذا، ونزيد شويه تاع الروز. هنا الروز انا غليته غير شويه، نص طياب البنات، ما خليتهش طاب 100%، نص طياب. نديرو زوج مغارف ولا ثلاثه قد ما تنشف لنا هذيك المعقوده. كما نعرفوا الروز مع الحوت طبق كامل، يعني 100% الروز مع الحوت يعني غذاء كامل. هكذا كما قلت لكم زدت لها زوج معالق حتى غير تنشف لي، قد ما نديرها هكا كويرات، يجوني كويرات يعني ناشفين هكا، ونديرهم بنفس الحجم. نكمل اذا الليبول تاعي تاع الدولمه، ونجيب هنا شويه تاع الفرينه. هنا الفرينه هي السر باش الدولمه تاعك تقعد حبه يعني مصوره، ما تتفركتش ولا الروز يخرج منها ولا تنحلك في لاصوص، ولا تقعد يعني حبه كيما تشكليها، ويجيك الشكل تاعها جميل. وهذيك الشويه تاع الفرينه اللي غادي ترمديها فيها ايضا غادي تخلي لك لاصوص تاعك تثقال وتبنان. اذا هذه هي، ستفتهم هنايا وبعتهم على بعضهم بعض. نرفد لا كوكوت ونحركها، ما نحركش بالمغرف باش ما نضيعش الدولمه تاعي، ونخليها تتجمر لي وما نخليهاش تثقل بزاف، لانه الفرينه راح من بعد كي تزيد تبرد لاصوص غادي تثقل، لانه الدولمه يعني غطستها في الفرينه. اذا هذا الروز اللي بقى لي زدت له حبه تاع بيض، وزدت له شويه تاع فرينه، وزدت له القزبر ونفس التوابل اللي درتهم في الدولمه. اذا غير باش ما نرميش يعني ما نضيعش، وراح ندير حتى هو معقوده، ولكن غادي نقليه. كيما قلت لكم لميتها بحبه تاع بيض، هنايا حبه البيض كانت كبيره، لهذا زدت شويه تاع فرينه. ملي تبغي دير لا شابلوغ ولا ما تكثرش البيض، يعني دير فقط بياض ولا نص حبه تاع بيض هكذا، وندلمه كيما هكا، ونديره ديبول ونقليه يعني في زيت غزير ونار قاويه باش ما ينحليش كيما كنتو تشوفوا. من بعد نقلبه على الجهه الثانيه، سواء تقدموه مع الدولمه تاعكم ولا تقدموه وحده لوليداتكم. اذا حبيباتي هذا هو هذه هي عفوا الدولمه تاعي، هذا هو الطبق تاع اليوم، راهو جد يعني شهي ما شاء الله وبنين بزاف بزاف بزاف. ان شاء الله تجربوه بهذه الطريقه ويعجبكم ويعجب وليداتكم، يعني راه طبق يعني صحي وكامل 100%. هذا هو شكل الدولمه تاعنا من الداخل، شوفوا كي تجي الشكل تاعها هايل، وتجي حاكمه روحها، شوفوا ما شاء الله. اذا زينات هذا هو الفيديو تاع اليوم، ان شاء الله يا ربي يعجبكم وينال رضاكم. اذا حبيباتي ما تبخلوناش بالاعجاب الفيديو، والبنات اللي دخلوا جدد للقناه مرحبا بكم غالياتي، اضغطوا على زر الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد ان شاء الله. اذا حبيباتي استودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.